فكرة السلام من وجهة نظر مسيحية تقوم على 3 ركائز. لعل الركيزة الأولى حينما الإنسان ليه يعيش في سلام، لأنه لازم ينظر إلى أنه إذا ما كانش يعيش في سلام ويقدم حياة السلام، ينظر إلى أنه هذا الأمر سوف يستفحل، وبالتالي المجتمع كله يكون مجتمع الغاب. لذلك 3 ركائز أساسية ينظر إليها الإنسان المسيحي. الركيزة الأولى هي ركيزة الغفران، يعني الإنسان باستمرار يسعى إلى غفران أي إساءة تحيط به. وبالتالي في آيات كثيرة عن هذا الأمر، يقول لك على حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، إن لم تغفروا للناس سيئاتهم لن يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات أيضا سيئاتكم. وبالتالي المحور الأول اللي الإنسان فينا بينظر إلى أنه لازم يعيش في سلام، من خلال الركيزة الأساسية عشان يعيش في سلام لازم يبقى يغفر ويسامح ويصفح للآخر أي سيئة، أي غضاضة، أي ضيقة، أي هجمة، يكون عنده روح إيه؟ الغفران وروح السماح. الركيزة الثانية اللي ممكن الإنسان فينا من أجلها يعيش في سلام وبالتالي يقدر يستمتع بروح السلام في حياته وفي مجتمعه، إن هو لا يقابل الإساءة بالإساءة. فمثلا يقول لك ده هو الكتاب المقدس، إن جاء عدوك فأطعمه وإن عطش فأسقه، فإنك فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. يعني بالتالي الإنسان فينا ما يحاولش يواجه الإساءة بالإساءة، لا يواجه الإساءة بالإساءة ولا الشتيمة بشتيمة، بل حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لعل الركيزة الثالثة أيها الأحباء اللي ينظر إليها الإنسان فيحب السلام ويتعامل بالسلام ولا يسعى للعنف ولا يحب العنف ولا يتعامل بالعنف، هي النظر إلى الآخرة. الركيزة الثالثة النظر إلى الآخرة، الإنسان فينا يبقى متأكد وواثق في قضية الحساب الذي يتم يوم الحساب يوم الآخرة. وبالتالي الإنسان فينا لما يقرأ قول السيد المسيح اللي قال فيه طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طيب الإنسان فينا لو ما كانش صانع سلام ولا محب للسلام، هل ده لما يجي في يوم الآخرة ويوم الحساب ماذا يكون موقفه؟ ماذا يكون عمله؟ لذلك يا أحبائي نحن ننظر إلى قضية السلام من 3 زوايا، اللي هي عشان الإنسان فينا يستمتع بالسلام لازم يكون السلام مرتبط بالغفران، ولازم السلام يكون مرتبط بعدم الإساءة للآخر أو عدم مجاراة الشر بالشر ولا الشتيمة بالشتيمة ولا السن بالسن، خدت بالكم؟ أو الإساءة بالإساءة. والنقطة الثالثة هي أنه ينظر إلى آخرته، أنه هيجي في يوم من الأيام يتحاسب أمام الله، وبالتالي ما كانش هو إنسان صانع سلام هيبقى موقفه صعب. بصوا يا أحبائي يعني ختاما حتى لا أطيل عليكم في هذه النقطة بالذات، في ناس بتقبل الإساءة أو تقابل الخير بالإساءة، يعني أنا أصنع معه خير وهو يقابل هذا الخير بالإساءة، يعتبر هذا عمل شيطاني، يسموه كده عمل شيطاني، مش 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 يعني مش كويس ابدا. انا بعمل لك خير وانت تقابل هذا الخير بالاساءه، ده عمل شيطان. وفي مجموعه اخرى تقابل الخير بالخير والاساءه بالاساءه، فيقول عن هذا هو عمل انساني. يعني انت لما واحد يعمل مثلا يقرضك فلوس فانت تقرضه ايضا نفس الفلوس، واذا هو حبك انت تحبه واذا هو كرهك انت تكرهه، بيسموه ده عمل انساني، يعني هو ده البشر كده. لكن يا احبائي لو الانسان فينا قابل الاساءه بالخير، يعني هو يبقى في إساءة فيواجهها بالخير، يقول لك هذا عمل ملائكي. لذلك اصنعوا السلام وحبوا السلام فيعطيكم الله السلام من خلال هذه الركائز الثلاثة.